سؤال يقول: ما رأي سماحتكم في موقف الدول الإسلامية تجاه العدوان على المسلمين في لبنان وفلسطين وقتل النساء والأطفال والشيوخ وتشريدهم، وهل هذا الموقف يتفق مع الشريعة الإسلامية؟ لا شك أن الواجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الحق ويساعدوا المسلمين في كل مكان، في لبنان، في لبنان، وفي فلسطين، وفي فلبين، وفي أفغانستان، وفي غير ذلك. لكن هل يستطيعون وهم على هذه الحال متفرقون؟ لا يستطيعون إلا باجتماع وصدق وتعاون. فهذا التفرق واختلال العقيدة وعدم تحكيم الشريعة من أكثرهم هو البلاء العظيم الذي جعلهم يتفرقون. فلو صدقوا الله وتمسكوا بشريعته لنصرهم وأيدهم على عدوهم ولهابهم عدوهم. حتى الأمريكان وحتى الروس لو تجمع المسلمون وصدقوا لا أعطوهم حقوقهم ولم يتعدوا عليهم، لكن هذا التفرق وهذا البلد الذي وقعوا فيه هو سبب احتقارهم وسبب تسليط الأعداء عليهم، وهم آثمون بهذا التفرق. وعليهم أن يتقوا الله ويسعوا جاهدين في إزالة هذا التفرق وبالتعاون، ومن سعى في ذلك واجتهد فله أجران إذا أصاب، ومن أخطأ فله أجر إذا صلحت نيته. ولكن المصيبة فساد العقائد، كثير منهم ليس عنده العقيدة الصحيحة المستقيمة الموافقة لشرع الله. نعم، اللهم استعان. نعم.